المشكلة أن هذه الجارة السوء لا تمنع الخير فقط، إنما ترسل الشر مكانه بكل وقاحة. فقد تمكنت المنافذ الحدودية على مدى سنوات من ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافرين إيرانيين بكميات كبيرة وبأنواع مختلفة من الترياك والكريستال والحشيش وأنواع أخرى من هذه السموم. كما أعلنت وزارة الداخلية قبل شهور عن إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات قرب الحدود الكويتية بعد ضبط نحو 600 كيس من مادة الكبتاكون، لكن المشكلة فيما لم يتم ضبطه ودخل إلى العراق وتم استخدامه من قبل الشباب وغيرهم. ولأجل هذه المنجزات الكبيرة يؤكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضاي أن بلاده تسعى لاستعادة كل دولار أنفقته خلال السنوات الماضية من تدخلها بكل من العراق وسوريا. ولفت في كلمة خلال ملتقى لتكريم قاسم سليماني قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلا أننا نتبع تحقيق مصالحنا إلا جانب الدعم الذي نقدمه لسوريا والعراق، وهو دعم عسكري واستشاري ويركز على نقل التجارب والخبرات العسكرية.